ياسمين اتصلت كتير قوي من ندى وسلمى، واضح ان في حاجه. وفي ايه؟ عشان خاطري. الكلام ده ما نتكلمش فيه هنا، نتكلم فيه في بيتنا. شو قدام الناس ماري؟ خلي مدام تسبقني. مروان كفايه يا مروان، كفايه مشاكل يا مروان، كفايه بقى. ايه؟ طب بذمتك مش عيب لما اقوله حازم بقى العطار مات منتحر؟ اكرمني من ان اموت على ايدك يا مروان. ما هي حاجه من الاثنين، يا انت بتحاول تبقى مجنون زيي، يا انت اصلا مجنون زيي. انا حازم زين العطار. ايه؟ أظن أنا كده عملت اللي عليا والخطة مشيت زي ما رسمتها لك بالظبط. عندك العيب، وأنا قد كلامي وأنت عارف. فلوسك في الحفظ والصون، إيه تحب تشغلهم معايا؟ لا، أنا أحب أشغلهم معايا أنا. تمام، بكرة التشيك يكون عندك. مفيش مانع، بكرة مش بعيد. وزي ما نظرية سامي بتقول، اللي يتذاكى على الدنيا تتغابى عليه. أنت بتهددني يا سامي؟ بعد الشر يا نوجة، أنا بس بوعيكي. السر اللي بيننا ممكن يبقى اكسكلوسيف عند كل اللي يهمهم الأمر. تصوري بقى ساعتها هيعملوا فيكي إيه لما يعرفوا إن أنتي اللي ورا حبس بنت العطار. ها؟ ناوي على إيه؟ هتيجي معايا دغري ولا إيه؟ برافو عليكي. أنا برضو قلت كده. ما أحد يدري وين النصيب. معك حق. شوف كانت لمين وفي آخر لحظة بقت لمين. كل شيء مكتوب أمام ربي. ونعم بالله. على أي حال لهم كلهم ولادك يا شيخ أبو نصير. لا، الخاين من والدي ولا يبقى مني. عندك حق. عموما ألف مبروك، وربنا يتمم لهم بخير إن شاء الله. أنا يا دوب كده ألحق. اتمهل يا رجال، هحملك شوية أغراض للبيت. مش كل مرة يا شيخ أبو نصير. عيب يا رجال، هذا واجب العرس ما يترد. يا سعد، هتتجوز امتى؟ لما يأذن ربنا سعادتك. ربنا يتمم لك بخير، وهتعزمني على الفرح ولا لا؟ يوم المنى لما تنورنا يا باشا. ايه يا عمدة؟ لا انا تمام الحمد لله.
عمده مين؟ عماد؟ ايوه ده عماد. طب هترغي معاه انت ولا لا؟ عم زكري عايز يكلمك، اتفضل. اتفضل يا عم زكري. حبيب ابوك. ايه يا حجيج؟ بكلمك تليفونك مقفول يا حبيبي. اسكت يا عماد، الموبايل بايظ، بس اطمن هخلي اختك تشتري واحد جديد. طيب ماشي. كنت بقول لك الراجل بتاع الشقه كلمني وكان عايز القسط، فما تنساش تعدي عليه وتديهوله والنبي. ولا يهمك، هبعت محمود بالمبلغ كله دلوقتي. بقول لك ايه يا حبيبي، هو ده اخر قسط صح؟ ايوه يا ابني. خلاص يا حبيبي اطمن، اعتبر ان العقد الاخضر في جيبنا خلاص. الحمد لله، تعيش وتجيب. واختك كمان ما تتوصاش، تقريبا خلصت تشيب كله يا عماد. اه ما انا عارف، ما تضيعوش وقت انت وشمس وعايزين تخلصوا مني. وقت واحنا عندنا وقت تاني، عاوزين نفرح بيك بقى يا عماد، وربنا عاوزين نفرح بيك يا ابني. هانت يا حبيبي باذن الله. عماد، امان عليك يا عمده، اول ما تمسك ارهابي وهتموته خد معاه صوره سيلفي وانت بتموته وابعتها لي عشان اشيل صورتك انت واحط صورتي. حاضر حاضر، انا هكلمك كل ما ابقى فاضي باذن الله. خلي بالك من نفسك وخلي بالك من شمس، وعايزك كل ما تقابل امل تسلم عليها. طيب يا حبيبي ما تشيلش همنا، انت اللي تخلي بالك من نفسك يا عماد، اعمل معروف وكلمني كتير عشان ابقى مطمن عليك، فاهم؟ ماشي يا عماد؟ حبيبي سلام يا حبيبي، الف سلام. ربنا يحرسك يا ابني. الشحنه بدات تتحرك دلوقتي يا فندم. جميع القوات تجهز. جاهز يا فندم. ابعت اشاره لكل الكمائن والتمركزات اللي موجوده بالاستعداد والتعامل الفوري. استعدوا، الشحنه قربت توصل، خليكم في حاله استعداد، اضرب على طول. دلوقتي بقى ممكن تقولي لي اللي انا عايز اسمعه. اسمه امير، امير سلام. خليها تتصل بيه. بيرد كويس، انا مش مستعجل خالص، المهم انت بقى تستحملي لغايه ما هو يرد. ابوس ايدك، انا ماليش ذنب في اي حاجه، انا ما اعرفش ما بينك وما بينه ايه. مش من مصلحتك انك تعرفي. خد خطب. امير، أمير سلامة. قاعد لوحدك ليه؟ جيتي في وقتك. فاكرة لما قلتيلي إنك عايز تشتغلي في الأكشن؟ آه، اللي فكرك؟ هقولك، ده الدرس الأول، هعلمك إزاي تمسكي خيوط اللعبة، بس المرة دي هعلمها لك نظري. ده بجد؟ ايه اللي بتعمله ده؟ لما تشوفي العرايس وبعدين تشوفي اللي هيحصل في الارض هتعرفي امتى اللي علمته لك. النهارده الليله الكبيره، الدنيا دي اصلها مولد فيها كل اصناف البشر، العمدة، المعلم، بتاع لي نصيب، صاحب السيرك، وبياع الحمص. عشان كده بيقولوا خرج من المولد بلا حمص؟ بالظبط، كل واحد يعدي على المولد ياخد حمص إلى الفقري، بيعدي ما بياخدش اي حمص. طبعا انت اكتر واحد بتحب تاكل حمص. الحمص ده كله بتاعي، بسيبهم يتنافسوا عليه، انا اللي بدولهم بس بحساب. ما تيلا بينا ندخل المولد.
كيفك يا حسن؟ موسى؟ يا موسى توحشتني يا ابن زين، توحشتني يا ابن العطارين. ايه زيد، نسيت ان احنا في يوم من الايام كنا اخوات؟ كنا يا موسى، وانت ما رأيتش الاخوه اللي بيننا. تزعلش، معلش، اهو ده اليوم اللي كفر فيه عن ذنبي يا ابو علي. استغفر الله العظيم يا رب. عمار بابا، هو مفيش شبكه هنا؟ انا مش عارف اتصل. سيبك من الاتصال دلوقتي، عايزك تجهز نفسك علشان هنمشي. امشي. طب والفرح؟ انسى الفرح، احنا هنمشي فورا. هو فيه يا بابا؟ في حاجه بتحصل مش عارفها، بس مش مريحاني، عشان كده هنمشي على طول. فاكر يا حسن؟ فاكر الحكايه اللي كان بيحكيها لنا سميح واحنا صغارين قبل ما ننام؟ الحكايه اللي كان بيحكيها لنا عشان نخاف نطلع بره الدار.